السلام عليكم اصدقائي، فيديو جديد في الصحراء المغربيه. واو اخيرا اخوتي بيزلاف وصل المنطقه ديال المحبس. هذه هي الصحراء المغربيه كما كتشوفوا، الاجواء رائعه جدا. واو على منظر وخيال وكارم، شي حاجه زوينه بزاف. شوف بزاف من البلاصه وراه في شكل. اذا جينا لكم اخوتي باش نكتشفوا لكم الصحراء المغربيه ونردوا على الاعداء ديال الوطن. والصحراء المغربيه والمغرب في صحرائه، هذه هي المنطقه ديال المحبس. المحبس باقي لنا بعد 5 كيلومتر تقريبا اللي بقات لنا المحبس. قررنا باش نصوروا لكم هذه البلاصه اللي رائعه جدا. غادي نجبدوا الرايه المغربيه والصحراء المغربيه والمغرب في صحرائه. هيا اخوتي النجمات الملايين، ها هي اخوتي الصحراء المغربيه والمغرب في صحرائه. ديما الصحراء المغربيه والمغرب في صحرائه. هيا اخوتي، هيا كما كتشوفوها الرايه المغربيه، وديما مغرب اخوتي والصحراء المغربيه والمغرب في صحرائه. حاليا بزاف في المنطقه ديالك المحبس في الصحراء المغربيه. باش نكون واقعي، هاهي الرايه المغربيه وعيش الملك لانصر ملكنا محمد السادس، والصحراء المغربيه والمغرب في صحرائه، احساس لا يوصف. باش نكونوا واضحين، اش غادي نقول لكم؟ هذه المنطقه رائعه جدا، ضربنا كيلومترات. نخليكم اخوتي تشوفوا بعض البلايص الرائعه في الصحراء المغربيه. هذه هي الصحراء المغربيه، المنطقه ديال المحبس. ولكن حاجه اللي صعيبه هنا درجه الحراره مرتفعه. باش نكونوا واضحين، كنشرب الماء بزاف، هذا هو الواقع، وكنعرق حاليا. درجه الحراره مرتفعه، ولكن الكارم اخوتي، الكارم في هذه البلاصه. يا سلام على الصحراء المغربيه. وهذيك المنطقه ربما القشله، ربما العسكر، المنطقه عسكريه. عندكم المدخل الاول في هذا الاتجاه، وعندكم المدخل الثاني، حيت ما منع علينا باش ندخلوا لهذوك البلايص، حيت ربما ما تعرفش شنو جابت الوقت. اذا حنا كنصوروا لكم الطريق وفي المنطقه ديال المحبس. اذا المناطق عسكريه، اذا العسكر كاين هنا والجيش المغربي كاين في هذه المناطق. المهم حاجه اللي مهمه بزاف هو وصلنا الصحراء المغربيه. المهم صورنا لكم منطقه ديال المحبس والمغرب في صحرائه. دائما واحد التضامن، ودائما نحاولوا نشاركوا معكم شي حاجه رائعه جدا. نخليكم اخوتي تشوفوا الاراضي ديال الصحراء المغربيه. هذه ارض الصحراء المغربيه، اللهم بارك كما كتشوفوا معنا. يا سلام على الصحراء المغربيه. فينكم الاعداء ديال الوطن اللي كيقولوا هاد الرف حلنا؟ فينكم؟ ها حنا كنتوجدوا في الصحراء المغربيه. ها هو بيزلاف في الصحراء المغربيه. باش نكونوا واقعيين، هذا هو الواقع اخوتي. اذا باقي تبعنا الطريق الى المحبس، باقي لينا بعد كيلومترات بسيطه جدا. وفي نفس الوقت غادي نمشيو لكم السوق، ربما نصور لكم السوق ديال المحبس. وهاد المناطق رائعه جدا. واليوم الحد، اذا اليوم الحد الجيش المغربي كانوا كيمشيو للصا، كيمشيو يتقداو هنا. وفي نفس الوقت عندكم منطقه ديال المحبس فيها السوق، كيتقداو تما. اذا اليوم الحد، اذا نتمنى ان شاء الله التشجيع ديالكم، نتمنى البارطاج ديالكم، اشتركوا في القناه ديالي، تفعيل الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. نخليكم اخوتي مع هذه المناظر الرائعه جدا. واو 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 واو، لا شيء، الكارم باش يكون واضح. ولكن درجة الحرارة مرتفعة خاص في الصحراء المغربية. باش نكون واضح، حنا ماشي بحال أكادير اللي بارد الحال، هنا كاينة درجة الحرارة. أي واحد جا للصحراء المغربية جيب معاك الماء. تعطش. إذا نتمنى إن شاء الله التشجيع ديالكم، نتمنى البارطاج ديالكم. إذا المنطقة كلها منطقة عسكرية وفي الصحراء المغربية، المنطقة رائعة جدا. إذا الحمادة، كتسمعوا الحمادة؟ هي هذه كتسمى بحال الحمادة. المناطق كلهم كيتسموا منطقة ديال المحبس، ولكن الحمادة بحال الأرض كلها كتسمى بحال الحمادة. يقدر دابا تمشي بعد كيلومترات بسيطة جدا لداخل هنا، يقدر تجلى، ما تعرفش فين جيتي، بحال إلا وسط البحر.
ما كتعرفش اليمين لا يسار لا حتى شي حاجه، كيبان لك كلشي بحال بحاله. باش نكونوا واضحين، اذا برافو الجيش المغربي، برافو القوات المسلحه الملكيه، والله ينصر جلاله الملك محمد السادس والصحراء المغربيه والمغرب في صحرائه، ودائما التضامن ديالنا، ودائما كنديروا الجوله ديالنا الى الصحراء المغربيه. باش نكونوا واضحين، فينا هما هذوك اللي قالوا لي لا راه ما يقدرش بيسلفني يوصل للمحبس، هاني وصلت في المحبس، هاني في الصحراء المغربيه. فينا هما هذوك اللي قالوا لي راه ما يقدرش، قال لي واحد السيد راه ما يقدرش يوصل المعبر ديال الكركرات، حتى هي جايه في الطريق، حتى هي نمشيو ليها. كابيزا انت راه ما يقدرش صاحبي، خايف هاني اللي بغى يوقع يوقع، هاني في الصحراء المغربيه اللي بغى يوقع يوقع. اصحاب ليكم انا خايف بحالكم، انا نجلس الصحراء المغربيه راه كاينين شي واحد ما يقدرش يوصلوا هنا، يقولوا لك لا المنطقه عسكريه يقدر يوقع عليه يقدر. حنا الحمد لله كنديروا الثقه في النفس وكنديروا النيه ديالنا وكنمشيو نكتشفوا الاجواء ديال الصحراء المغربيه. هذا هو المهم، حاجه اللي مهمه كان ونكتشف لكم الحقيقه، وفي نفس الوقت نردوا على الاعداء ديال الوطن دائما اللي كيقولوا شي حاجه ما كايناش، الاستفزاز خاص في الصحراء المغربيه. ها انتم كتشوفوها، شوفوا تبارك الله، شوفوا سمعتوا شي حاجه؟ والو. كاين شي حاجه؟ والو. ايوا هذوك اللي كيديروا اللايفات في التيك توك كيهضروا على الصحراء المغربيه، فينا داكشي اللي كتقولوا؟ باش نكون واضحين. اذا اجواء هادئه، اجواء ممتعه في الصحراء المغربيه، ونتمنى ان شاء الله الاعجاب ديالكم، ونتمنى البارطاج ديالكم، والصحراء المغربيه وستبقى مغربيه الى الابد. حنا المهم كما قلنا نردوا على الاعداء، كما كيديروا اللايفات، كما كيديروا الفيديوهات السلبيه على الصحراء المغربيه، حنا نديروا الفيديوهات ايجابيه وردوا على الاعداء ديال الوطن. هذا هو الواقع اخوتي، شوفوا تبارك الله، الصحراء المغربيه والمغرب في صحرائه. اذا ها هي الرايه المغربيه، دائما نرفعوا الرايه المغربيه، ها هي نجبات الملايين، نجبات الملايين اخوتي كما كتشوفوها. كنعتذر لكم حيت شات الكاميرا بواحد اليد. هي المهم نرفعوا الرايه المغربيه. هي شوف 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 كيفاش كديرها، شوف شوف نجمه الملايين. واو 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 واو، يا سلام نجمه الملايين اخوتي. شوفوا تبارك الله. اذا دابا غادي نشدو الطريق ديالنا، نكملوا على الطريق ديالنا ونصوروا في المنطقه ديال المحبس ان شاء الله، باش نكتشفوا لكم مزيد ان شاء الله بحول الله. بغيتي تكتشفوا المزيد ديال الجديد على الصحراء المغربيه، ماشي غير هذه المره اللي غادي نجيو، مره غادي نجيو للمنطقه ديال المحبس. اشتركوا في القناه ديالي، تفعل الجرس باش يوصلكم ديما الجديد ان شاء الله بحول الله. بسم الله، اش غادي نقول لكم، هنا سخون الحال وماشي سهل توصل هنا، راه الكيلومترات كثيره. المهم استمروا معنا تشوفوا المنطقه ديال المحبس ان شاء الله بحول الله. تحياتي.